السلام عليكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من سلسلة حلقات تعلم الروبوتك باستخدام شريحة الـ ESP32. في الحلقة الأولى تعرفنا على الشريحة وطريقة تعريفها وتشغيلها على برنامج الأردوينو سوفتوير. في الحلقة دي هنتعلم إزاي نشغل خاصية الواي فاي ونتعرف على أنواع الأوضاع لخاصية الواي فاي لشريحة الـ ESP32. تعالوا بسرعة نشوف طريقة العمل قبل التركيب. زي ما تعودنا من سلسلة حلقات تعلم الروبوتك باستخدام شريحة الأردوينو لازم نعرف فكرة العمل قبل ما نعمل التركيب أو التوصيل. هنا شريحة الـ ESP الواي فاي فيها لي تو مود أو لي طبيعتين للعمل، شكلين للعمل. أول شكل بنسميه الستيشن مود، والشكل الثاني بنسميه سوفت أكسس بوينت مود او اكسس بوينت مود. الشكل الاولاني احنا يمكن كلنا عارفينه وقريب لذهننا، ان كلنا عندنا راوتر في البيت. الراوتر ده بيوزع الانترنت لكل الاجهزه الموجوده عندك في البيت زي الكمبيوتر والتابلت والفون، وكمان شريحه الاي اس بي ممكن تاخد الانترنت من الراوتر. يعني الراوتر ده في حقيقه الامر هو اللي بيوزع الاي بي ادرس لكل الاجهزة اللي موجودة في البيت. فده النوع الاولاني وده اسمه ستيشن مود. اما النوع التاني ويمكن ده ناس كتير ما تعرفوش او ما خدتش بالها منه، وهو اللي احنا قلنا عليه سوفت اكسس بوينت. وفي المود ده شريحة الاس بي الصراحة هي اللي بتعمل دور الراوتر اللي موجود عندك في البيت، بمعنى هو اللي بيوزع الانترنت او بيوزع الاي بي ادرس للاجهزة الموجودة عندك في البيت. يعني الاي اس بي ممكن يعمل لك اي بي ادرس للكمبيوتر او التابلت او الفون، او حتى كمان يدي اي بي ادرس جديد او انترنت لشريحة اي اس بي تانية موجودة عندك في البيت. بس في الوضع ده هتكون الشريحة دي شغالة ستيشنري مود، اذا شبه المود الاولاني اللي احنا اتكلمنا عليه، والشريحة الأساسية هي اللي هتكون شغالة Soft Access Point. طيب إيه المميزات بتاعت كل مود أو التطبيقات؟ الصراحة كل مود من دول ليهم التطبيقات اللي احنا هنشتغل عليها. طبعا المود الأولاني اللي احنا ممكن نستخدمه في تطبيقات كتير اللي احنا كنا بنعملها بالأردوينو، اللي هو انت ممكن تاخد انترنت من الراوتر وتتحكم في الحاجة من خلال الانترنت. اما في الاكسس بوينت هو ده الميزة بتاعته في تطبيقات اللي انت ممكن تعمل ويب سايت وتقدر تفتحه من اي مكان في العالم باستخدام الموبايل او الكمبيوتر بتاعك، ومنه تقدر تتحكم في جميع الاجهزة الموجودة عندك جوه البيت. طيب المود ده او الاكسس سوفت مود ده بيقدر بس يوصل يدي ماكسيمم 5 اي بي ادرس او 5 اجهزه فقط لا غير، ما ينفعش يدي اكتر من 5 اجهزه جوه المنزل عندك. هو ده الفرق كده ما بين الاثنين مود ده. وان شاء الله هنشوف التطبيقات بتاعه المود السوفت اكسس بوينت والتطبيقات اللي ليها علاقه بالستيشنري، وتعالوا بسرعه نشوف طريقه البرمجه. دلوقتي هنبتدي نتعلم طريقة البرمجة للمود الأولاني، وهو اللي انت تبتدي تتوصل او الاول تعمل سكان لشبكة الواي فاي الموجودة عندك في البيت واللي حواليك. طبعا اللي ما تابعناش في الحلقة الاولى، هنا دي شريحة طبعا الـ ESP، وقلنا في عندك هنا 2 بوتون. البوتون الاولاني ده بيعمل ريسيت بعد ما بتعمل ابلود للسوفت وير، بتدوس عليه، لازم تدوس عليه عشان خاطر يعمل ريسيت للشريحه ويشغل السوفت وير. والبوتون الاولاني اللي هو مكتوب عليه 100 ده لازم تدوس عليه وانت بتعمل ابلود للكود، والا الكود عندك مش هيتعمل له ابلود ويقول لك ديسكونكت ما بين الكمبيوتر وشريحه الاي اس بي. طيب دلوقتي تعالوا بسرعه نشوف الكود. هنا الكود جاهز، مش هنكتب اي حاجه. طبعا لازم تتابع الحلقه الاولانيه، لان لما طبعا الحلقه الاولانيه اتعلمنا ازاي تنزل الباكج كامله بتاعه الاي اس بي، والباكج دي لما بتنزل معاها الاكزامبلز كلها الخاصه بشريحه الاي اكس بي. فانت بتيجي تفتح هنا الاي اكس بي وبتبتدي تروح على واي فاي، وجوه الواي فاي هتلاقي في حاجه اسمها واي فاي سكان.
بالشكل ده انت عندك ده الكود الخاص بي، بيعمل سكان لكل الواي فاي الموجودة، شبكة واي فاي موجودة حواليك. وفكرة العمل بتاعة السوفت وير دي بسيطة. طبعا هنا في بيستخدم لايبراري اللي هي ليها علاقة بالواي فاي دوت اتش، وطبعا الواي فاي دي زي ما قلت لكم يا جماعة اللايبراري دي بتنزل مع الباكج بتاعة الاي اس بي اللي احنا عملناها من البورد مانجر من الحلقة الاولانية، فلازم يا جماعة تتابعونا الحلقة الاولانية الاول، تمام. بعد كده هو بيعمل طبعا سيريال دوت بيجين، وقلنا دي سرعة نقل البيانات ما بين الشريحة للكمبيوتر او اللابتوب من خلال كابل اليو اس بي، ودي هنا 115200، وقلنا لازم تكون مطابقة للشريحة، لازم تكون مطابقة للسيريال مونيتورينج هنا، يعني انا هنا عندي 9600 لازم نغيرها ونخليها 1115000. ليه؟ لان هتلاقي حظه هنا الكلام او الداتا مش بتطلع عندك، تمام. فهنشوفها دلوقتي لما نعمل ابلود للسوفت وير. تاني حاجة قلنا هنا طبعا بيفعل خاصية، هو قلنا في تو مود للواي فاي، قلنا المود الاولاني اللي هو ستيشنري ستيشن مود، فطبعا هنا بيكتب STA كده فعل الخاصية المود الاولاني، وبيعمل ديسكونكت لي لو انت متوصل باي شبكة واي فاي حالية الشريحة لو متوصلة بيها بيعمل لها ديسكونكت، وبيعمل ديلي جزء من الثانية. وبعد كده بيعمل ايه؟ بيخش على الواي فاي نتورك، بيبتدي يعمل اسكان للواي فاي الموجودة حواليك، وبيبتدي يكتب اسامي كل النتورك الموجودة بالاضافة الى هل هي سكيور ولا لا وفري ولا لا، وبيكتب لك جنبيها لو هي سكيور او محتاجة طبعا باسورد عشان تتصل بيها بيعمل جنبيها علامة ستار، ولو هي فري مش هيكتب جنبيها حاجة. وبعد كده بيستنى 5 ثواني وبيرجع يعمل مرة تانية سكان من اول وجديد. ده بكل بساطة الكود. فانت كل اللي هتعمله اللي انت هتعمل ابلود للكود، تعالى نعمل ابلود، تمام. هو طبعا بياخد وقت شوية في الكومبايلينج، هنشوف دلوقتي لما يطلع لنا الرسالة بتاعت الكونكت لازم ندوس على زرار الوان زيرو زيرو. اهو دلوقتي ابتدى يعمل كونكتنج وابتديت ادوس، اول ما دوست ابتدى يعمل ويتنج 4%، هيبقى كده 16، ادي كده 100%، بيقول لي ليفينج، خلاص خلصت، اشيل ايدي من على البوتون، انا كده خلص دن ابلودنج للسوفت وير. طيب نيجي بقى نيجي نفتح السيريال هنا، تعال نشوف مع بعض. انا فتحت السيريال طبعا ما فيش حاجة ظاهرة عندي، تمام. ليه؟ لان عندي هنا السرعة اللي انا معرف بيها السوفت وير هنا 115200، هنا عندي السرعة 9600 لازم اجي اغيرها ل 115000، وبرضو هتلاقي مفيش حاجة ظهرت. ليه يا جماعة مفيش حاجة ظهرت؟ لان احنا قلنا بعد ما بتعمل ابلود للسوفت وير لازم تيجي تعمل ريسيت للشريحة، او ما بتعمل ريسيت بيبتدي يظهر معاك الداتا، هي القراية ابتدت تظهر معانا مظبوط كده اهو، ابتدى عمل سكان ستارت سكان دن، وابتدى كتب اسامي عندي 4 شبكات، ادي هنا اسم الشبكة بتاعتي نادر، وطبعا هي السترينث بتاعها اكبر قوة موجودة دلوقتي، ومحتاجة طبعا باسورد عشان تخش عليها، فعمل جنبيها ستار. يبقى انا عندي هنا كل اسامي الشبكات، بيجي يستنى 5 ثواني ويرجع يعيد من اول وجديد تاني يعمل سكان. وبكده اكون انا خلصت حلقة النهاردة، حلقة خفيفة وسريعة. وما تنسونيش من صالح دعواتكم، وما تبخلوش عننا باللايك وسبسكرايب وشير، واشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.